مرحبا بكم، أهلا وسهلا في إبيزود تابع لي بوان كريتيك. بون، هذه أهم بارتي الحقيقة، يلزمكم تركزوا فيها، خاطر جينيرالمون ديما تجي في الإكزامان وديما تاخد بارتي، أكتر بارتي نتاع النوت موجودة على البارتي نتاع البوان كريتيك. به بالنسبة للبوان كريتيك، الساعة اللي مش فاهم الديريفي ننصحه يمشي يكليكي لهنا وين الإي بالضبط، يلقى الفيديو نتاع الديريفي باش يفهم الديريفي دو فونكسيون دو دو فاريابل. لكن ماكش فاهم الديريفي، الحقيقة ماكش باش تنجم تخدمها البارتي هذه جملة واحدة. داكوردو؟ البوان كريتيك شنية البوان كريتيك ان فيت؟ اول حاجة خلينا نفهم النوسيون جديدة، قاعدين نخدمو بالفونكسيون دو فاريابل اللي هي سوا ديزون نقولو اف دو اكس اي. شنو نجم تكون هذه الاف دو اكس اي؟ هي سهلة على الاخر راي، الحقيقة كانت اف دو اكس بركة ولا فاريابل واحد ولا اف دو اكس كاهو، تو باش تولي اف دو اكس اي سيبريزونتي بار دو فاريابل، بار اكزومبل اكس او كاري، سوا ديزون هذه ستي فونكسيون بولينوميال، اكس او كاري بلس غريغ او كاري ولا غريغ على بيسونس 3. voilà، هذه واحده من لي فورم تاع الفونكسيون اف دي اكس غريغ. بطبيعه الحال كيما نلقاو الفورم بولينوميال، نلقاو الفورم راسين، نلقاو الفورم لوغاريتميك نيبيريان، نلقاو الراسيون راسيونيل، يعني فونكسيون على فونكسيون. كيف كيف زاد نلقاو لي فونكسيون لي فورم اكسبونونسييل ولي فورم زاد تريغونومتريك اللي هي كوسينيس وسينيس وكل. به البارتي هذه نتاع لي بوان كريتيك فيها دو كيستيون، اكاهو فيها دو كيستيون، مي لي دو كيستيون هذوما فيهم برشا خدمه، كل كيستيون فيه برشا خدمه. دونك هي مشكلة اوبتيميزاسيون تاع وقت في الاكزامان. لذا ننصح انا لي زيتيديون يحاولوا ديما يخدموا لماكسيموم دي زيكزارسيس باش ينجم يجيري الوقت نتاع ليكزامان، سيرتو في البارتي هذه. باه شنو هما هالي دو كيستيون هذو؟ ها سيدي، عندنا الكيستيون الاول هو ديتيرميني لي بوين كريتيك دو اف دي اكس اي بريسيزي لور ناتير، سيتادير اول حاجه باش نطلعوا لي بوين كريتيك، وباش ثاني حاجه باش نطلعوا الناتير نتاعك لي بوان كريتيك. مي قبل كل شيء هات نفهم استاذ معناتها بوان كريتيك يا مسيو، شنو هي هذه بوان كريتيك؟ لي بوان كريتيك هو جينيرالمون شنو سوا ديزون، ناخذ ليكزامبل هذا، عندي اف دو اكس كاري ايغال اكس او كاري بلس اي او كيوب. شنو هما لي بوان كريتيك؟ شو يقصد بهم لي بوان كريتيك؟ لي بوان كريتيك هو وقتاش الفونكسيون هذه ال سانيل، اش معناتها سانيل؟ يعني دو تيتر ايغال زيرو. اش معناتها؟ يعني وقتاش؟ وقت اللي هنا الاكس ياخذ 0 والجريك ياخذ 0. فوالا ب pour déterminer les points critiques de f de x et préciser leur nature فما ان الجوريثم، اش معناتها الجوريثم؟ سيتادير دي زيتاب اسويفر يلزمك تخدمها. كيف كيف الكيستيون الثاني، قبل نخدمو نشوفو لي زيتاب نتاع الكيستيون الاول، بعدا نشوفو الكيستيون الثاني. الكيستيون الثاني شنو يقول لك؟ يقول لك تروفي اي ديتيرميني لا ناتير، عندك حاجتين لهنا، تروفي اي ديتيرميني لا ناتير دي زيكستريما دو اف دو اكس سو لا كونترانت جي دو اكس غريغ بار لا ميثود دو لاغرانج والا الميثود دو سوبستيتيون. لهنا يقول لك اي او، مثلا ثم شكون البروف من البروفات، يقول لك بار دو ميثود اللي هي لاغرانج والسبستيتيون، وفما اللي يقول لك بار لا ميثود دو لاغرانج، وفما اللي يقول لك بار لا ميثود دو سبستيتيون، ومرات سايبك يقول لك وحده كندا اخدم باللي تحب. فهمتني؟ به زاد كيف كيف لهنا فما كيلك سوا، كان باش تخدم انت ميثود دو لاغرانج فما دي زيتاب ا سويفغ يلزمك تخدمهم وتتبعهم باش تلقى ليكستريموم هذا وتلقى الناتير نتاعو، وكان بالسبستيتيون زاد ايتاب سهله، السبستيتيون سهله على بون. اليزي يلا نشوفوا الساعه شنو هما لي زيتاب في الكيستيون الاول يلزمك تتبع. فوالا اي سيدي، باه قبل هذوما لي زيتاب ريت قلت لكم راهو ليكزرسيس هذا فيه برشا خدمه، صحيح هما دو كيستيون مي كل كيستيون فيه برشا خدمه. باه نرجع بربي سامحوني لهنا، جيست باش نكتب بار اكزومبل، عندي انا اف، لحظه، عندي اف دو اكس غريغ سوا ديزون اف دو اكس غريغ ايغال، ما عرفش انا خنحط فونكسيون سهله عاديه بولينوم سوا ديزون، عندي
3x carré, par exemple, plus ou la moins xy. Voilà, c'est une fonction polynôme à dire, à deux variables, un x ou un y. Pour déterminer les points critiques, je vais vous montrer les trois étapes. باش تطلع انت البوان كيتيك يلزمك تعمل ليتاب هذوما ثلاثة. شنو هي ليتاب الأولى؟ أول ايتاب يلزمك تحسب الديريفي بريمير، يعني يلزمك تكلكل انت ديريفي بريمير، هذه ديريفي دو اف بارابور ا اكس وديريفي دو اف بارابور ا جريك، يلزمك تطلعهم للزوز. كيما قلت لك اللي مش فاهم الديريفي يرجع للفيديو بتاع الديريفي به. ومن بعد لو طلعت انت ديريفي بتاعهم هذوما للزوز، تمشي وتردهم نيل، الديريفيات هذوما للزوز تردهم نيل، يعني تلقى مثلا لهنا باش تلقى سوا ديزون هذه قداش، هذه 6 اكس ولا 6 اكس موان جريك، والثانية باغ اكزومبل هي موان اكس موان اكس سوا ديزون. فوالا باه هنزيدو هنا الجريك، فوالا تولي 6 اكس اجريك، ولهنا تولي لي 3x كاري. باش نعمل انا ديريفي صحيحة 3x كاري كبارابور غريغ موان اكس. فوالا هنا قلنا اتردهم نيل، فوالا يعني ايجال زيرو، هاك الديريفيات اللي لقيتهم اردهم ايجال زيرو. علاش؟ باش تولي لك هي سيستيم، باش تنجم انت من السيستيم هذاك تنجم تخرج الاكس اكوات ايجال والجريج اكوات ايجال في انا حاله وقت اللي يبداو ايجال زيرو، والا وقت تسماو ذا سيستيم نول. فوالا هذوما لي تروازي تاب، اول حاجه تحسب الديريفي بريمير، ثاني حاجه تسني لي هاك الديريفي هذيك، ثالث حاجه تروفي لي سوليسيون دي اكس اي جريج. تنجم تلقى ان سول بوان كريتيك كيما تنجم تلقى دو بوان كريتيك 3 4 انسي سويت. تو نعطيك من بعد استيس كيفاش تفيق من الاول قبل حتى لا تحسب، كيفاش تفيق انه راه عندك مثلا دو ولا 3 بوان كريتيك ولا عندك ان سول بوان كريتيك كهو. باهي هذا في لي زيكزومبل، خاطر ما نجموش نخدموا هنا افيك اكزومبل، خاطر قلت لكم اكزرسيس يشد برشا وقت. باهي pour توا étudier ولا préciser la nature du point critique soit disant لهنا باش تلقى انت ان سول بوان كريتيك soit disant تلقاها par exemple تسميها مثلا a égale كذا كذا، يعني السوليسيون تاع x لهنا والسوليسيون تاع y لهنا. فوالا soit disant قيت مثلا 0 2 par exemple soit disant. خذينا اكزومبل باش تطلع توا انت الناتير هذيا. شنو هو مسيو الناتير يا اخي؟ الناتير تاع البوان شنو ينجم يكون؟ فوالا خاطر الناتير دو بوان كريتيك ينجم يكون 3 سور 3 تيب ولا 3 ناتير. يا اما تكون ان بوان ولا ان بوان كول. اش معناتها بوان كول مسيو؟ بوان كول يقول لك لو كول دو مونتاني، لو كول دو مونتاني يعني هضبه الجبل، يعني كيف نهك ريتها الكورب مثلا، هذه من هنا حتى كش لهنا تتسمى كول، هذه تتسمى ماكس، هذه تتسمى مين، وهذه ان بوان كول هنا. والا زاد فما يقول لك سيل دو شوفال، يعني ظهر الحصان، سيل دو شوفال شبه ظهر الحصان كيف نهك منحنى به. والا زاد تنجم تكون ام ماكس لو بوان هذه ام ماكسيموم، والا زاد تنجم تكون ام مينيموم. فوالا دونك لو بوان هذه تنجم تكون ثلاثة سو فورم دو 3 ناتير، يا اما تنجم تكون مينيموم والا ماكسيموم والا ان بوان كول والا بوان سيل تتسمى زاد، والا زاد ما عندهاش حتى ناتير. فوالا البوان هذه تنجم تكون ما عندهاش ناتير. عطو شوفوهم كلها كيفاه، جيست عطيتك فكرة شنو ينجم يكون ناتير دان بوان دان بوان كريتيك. باهي قلنا أول حاجة اللي تاب باش تطلع انت لي بوان كريتيك، اول حاجه لازمك تحسب الديريفي سكوند. شنو هما الديريفي سكوند؟ هاك الديريفي البريمير هذيك تزيد تعاود ديريفيها مره اخرى، يعني هذوما تزيد تعاود ديريفيها مره اخرى لهنا بارابورا اكس ومن بعد بارابورا ايغريك، ومن بعد زاده معاهم هما تعمل الديريفي كروازي. اش معناتها الديريفي كروازي؟ يعني باش ديريفي الاكس بارابورا ايغريك والغريك بارابورا اكس. جينيرالمون هاللي ديريفي هذوما نسمي فيهم انا ديريفي كروازي توجور سونتيغو، يعني اللي باش تلقاها في الاكس هي بيد هزها وحطها في الغريك. باهي من بعد ليتاب الثانية شنيا؟ إلفو إتابليغ ولا كونستروير لا ماتريس إسيان، إسيان أش إكس إيكغيك. الماتريس إسيان هذي باش تحط فيها كريزوليسيون تاع ديريفي سكوند. تو هذا كله قاعدين صحيح ماكمش
لقينا ديفيكولتي انك باش تابوني مي افيك ليكزومبل ان شاء الله تو تفهموا هذا كله. باهي لو فات لقينا الماتريس او سي ان نتاعنا لازم بعد تحسب لها الديتيرمينون كالكيل ديتيرمينون دو اتش دو اكس واي. لو فات لقيت الديتيرمينون من الديتيرمينون تنجم تنتربريتي كان شنو ينجم يكون الديتيرمينون هذا، يا ينجم يكون بوزيتيف يا ينجم يكون نيجاتيف يا ينجم يكون ايجال زيرو. فوالا تو ديبون دو سين نتاع الديتيرمينون هذا اون فا انتربريتي شنو هي الناتير دو بوان كريتيك. باهي خلينا نقف لهنا جيست حطيت لي زيتاب من بعد افيك ليكزارسيس نشوفوهم كل ايتاب وحده نشوفوها كيفاش نخدموها بالضبط. باهي الكيستيون الثاني اليوم جيست حبيت نحطكم دون لو بان باش تعرفوا انتم شنو في البارتي هذه نتاع الكونكريتيك. وراي ديما كيما قلت لكم ديما تجيب هي اكثر نوت عليها في ليكزامان ما تطيحش تحت ال 8 بوان 9 بوان بارفوا تجي حتى على 12 بوان. باهي دونك بطبيعة الحال زاد تنجم يكون معاهم دي كيستيون اخرين تاع ايتود فونكسيون ديتيرميني دومين ديفينيسيون كالكيل ليميت كذا كذا. باهي تعداو تو الكيستيون الثاني. دونك كيستيون ثاني قال لي تروفي اي ديتيرميني لا ناتير دو زيكستريما دو اف دو اكس سو لا كونترانت جي دو اكس. هذا الكونترانت يعطيو لك هو تبدا موجود باغ لي ميثود كيما قلت لك ميثود تنجم تكون ميثود لاغرانج والا ميثود دو سبستيتيسيون والا يقول لك باغ دو ميثود ويسكت. باهي لو كان انت باش تخدم بالميثود دو لاغرانج الفورم تاع الميثود دو لاغرانج تولي اسمها ال جراند ال ولي بارامتر نتاع الفونكسيون اللي هما الاكس والجريك وتزيد انت بارامتر نون نيل ابارتنون ار هذا اللامدا سميته انا حطيته لامدا باش لاغرانج دو اكس جريك ال باش تولي اكواتيكال هي الفونكسيون لاسلانيه هذه سوا ديسون معاها هاك الملتيبليكاتور دو لاغرانج هذا اللي اسمه لامدا فوا هاك السو كونترانت اللي هو جي دي اكس اغريك. واضح من بعد كيفاش باش تخدم باش تعاود نفس الديمارش نتاع هذا باش تعمل الديريفي بريمير باش تسني لها باش تطلع الاكس والجريك واللامدا اكواتيكال من بعد باش يلزمك زاد تطلع الديريفي سكوند تحسب الماتريسيسيان الديتيرميني ان سي دي سويت. واضح به والسبستيتيون سبستيتيون سهل على الاخر دونك يعطيك هو سو كونترانت سوا ديزون قال لك مثلا مثلا ياخذ لهنا يقول لك في الفونكسيون هذه يقول لك راه افيك ان سو كونترانت بار اكزومبل اكس موا ايغريك ايغال ا زيرو. اش معناه اكس موا ايغريك ايغال ا زيرو سي تادير اكس ايغال ايغريك يعني زيد لهنا باش تعوض الاكس بويسك هي الاكس ايغال اغريك تولي الاغريك في بلاصتها تحط اكس تولي لي فونكسيون اف دي اكس اكس اللي هي ترجع لي اسول فاريابل اللي هي اف دي اكس تعمل لها ديريفي بعد وتطلع الاكس نتاعك قداش وبطبيعه الحال بويسك انت قلت راهي الاكس ايغال اغريك دونك الاكس اكوات ايغال الاغريك اكوات ايغال هذاك هي الاكستريما. كيف كيف باش تشوفوا الناتير نتاعو زاد هذا كله ان شاء الله باش تشوفوه افيك دي زيكزومبل دي فونكسيون ونحاول نشوفوا حتى الفونكسيون هي بيدا راه من الاول اللي تديون فيت اتونسيون بارفوا تلقى فونكسيون من الاول معقده شويه يلزمك تحاول تحلها لو ماكسيموم اي باش نقول لك لكن لقيت فونكسيون فيها بارونتيز لكن لقيت تنجم تكون فيها بارونتيز لازمك تنحي لي بارونتيز فيت اتونسيون في لي سين تنجم تلقى الفونكسيون من الاول سو فورم دان برودوي روماركابل لازمك تحلها قبل لا تعمل الديريفي فيت اتونسيون كيما تنجم تكون الفونكسيون فيها يلزمك تعمل فاكتوريزاسيون بليتو يلزمك ديفلوبي سامحني يلزمك ديفلوبي تبدا هي اون فاكتور يلزمك ديفلوبي خاطر من بعد باش توعد في الديريفي. فوالا هذا كله ان شاء الله باش تشوفوه اكثر بالديتاي في لي زيبيزود الجايين في لي بوان كريتيك باش نحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم دي زيكزارسيس باش نخدموها خاطر كيما قلت لكم اون سانتيريس بيان على البارتي هذه خاطرها تنجم تكون هي اهم بارتي في الماتيماتيك اناليز سيرتو في ليكزامان تاع المات analyse. Donc, c'est l'exercice à corriger. Je vais donner un exemple. Je vais vous donner le niveau de l'école. Je vais vous donner l'exercice. Je vais soit la fonction f de x y égale à 2 facteurs de x moins y au carré moins x à la puissance 4 moins y à la puissance 4. Qui m'a dit c'est une fonction polynomiale. C'est la, mais faire astuce. Voilà. Quand vous êtes d'accord, faites attention. راهي الفونكسيون من الاول رد بالك كان لقيت فيها بارونتيز ولا لقيت سو فورم دان برودوي روماركابل يلزمك تحل يلزمك تنحي البارونتيز كون شي انت جيني في مخك يا خويا كي تبدا تخدم الديريفي تخدمها وانت تبارك الله عليك وقتها شابولي.
باهي، اش معناه؟ معناها لو اول حاجه عندي انا فورم تاع اكس موان كريك او كاري، هذا فورم دو برودوي ريماركابل، لازمك تحلو سا، ومن بعد لازمك ديفلوبي دو على وسط البارونتيز، ومن بعد في الاخر بكل لازمك تنحي البارونتيز، هذا كله تنشوفه من بعد. قال لي اون سو بروبوز دو شيرشي ليكزيستونس اي لا ناتير دي زيكستريما دو سيت فونكسيون افيك اي سون كونترانت. بريميرمون قال لي ديتيرميني لي بوان كريتيك دو اف دي اكس كريك، ومن بعد قال لي بريسيزي لا ناتير دي بوان كريتيك. Une question, trouver et déterminer la nature des extréma de f de x, y sous la contrainte x égale à y par la méthode de Lagrange. D'ailleurs, il y a deux grandes questions. Il y a le déterminer le point critique et étudier ses natures. Ou bien, il chercher l'extréma de f de x, y sous la contrainte g de x, l'épisode l'est fait. Par la méthode, là, on a Lagrange. Qui m'a dit, par la méthode de substitution, qui m'a dit, par deux méthodes. Donc, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Ah, c'est dit. Ben, n'abdou, samhouni, khatr, n'hatr, quand fait la correction en bloc, juste khatr, barcha fait, khidman, là. Mais, bach, n'tabar, bachoué, bachoué. Alors. قلنا احنا ال f de x y égale à 2 facteur de x moins y au carré moins x4 moins y4. اول حاجه قلنا لازم نحيو البارونتيز، كان فما برودوي ريماركابل نحلوه ونحيو البارونتيز ونخلو الفونكسيون سهل. اول حاجه عندي هنا فورم دو a moins b au carré هي a au carré moins 2ab moins a plus b au carré، لازم نحلها. دونك تولي 2 facteur de x au carré moins 2xy plus y carré moins x4 moins y4. Alors, on va développer 2, on a une parenthèse. Donc, 2, puisque c'est une unité positive, donc le dernier est là, donc 2xy, hein, je vais développer qui est là, voilà, 2 à la heavy, ou 2 à la heavy, ou z à la y. Ben, je dois aller, 2x carré moins 4xy, plus 2y carré moins x4 moins y4, la quantité à la barane. Allez, je l'ai moins 4, monsieur Khata, avec 2 fois moins 2. تعطيني موان 4x y. فوالا هذه الفونكسيون اللي تاع الاخرين اللي لازمك توصل له، سينون راك باش توحل في الكالكيل تاع ديريفي. كون شي قلت لك كي تبدا انت جيني باش تحسبها كيما نقولوا هي مازالت في البرودوي ريماركابل اونتر بارونتيز، واللي هذا صعيب على الاخر. باهي توا باش نتابعوا لي زيتاب اللي حكينا عليهم في ليبيزود اللي فات، كان اللي ما تابعنيش في ليبيزود اللي فات باش تلقاو توا على الاي لهنا اللين تنزل عليه وتشوف لي زيتاب الكل نتاع كومون ديتيرميني لي بوان كريتيك والناتير نتاعه وكل شيء. دونك اول حاجه قلنا لازمنا نطلعوا لا ديريفي بريمير نتاع الفونكسيون. شنو هي الديريفي بريمير؟ دونك باش نديريفي المره الاولى على الاكس وباش نديريفي المره الثانيه على الجريك. باه كل عاده قلنا كي باش نديريفي على الاكس نحط صبع على الاكس ونديريفي عليه، كان فيه حاجه لاصقه فيه يعني فاكتور نكتبها، وكان في بويسونس نهبطها اللوطا ونقص منها واحد، سهله برشا. دونك عندي هنا 2x على بويسونس 2 نهبط الدو لوط تولي لي 4x. فوالا عندي 4x لهنا نحط صبع على الاكس، دونك اش قعدت لي؟ قعدت لي موان 4y. ومن بعد عندي لهنا هنا ما عنديش اكس، وهنا عندي موان x4 نهبط ال 4 اللوطا تولي موان 4x 4 موان زان صافي على بويسونس 3. لهنا ما عنديش الاكس. Faites attention, faites attention, faites attention. L'exercice est le muscle de la. Le fait de la fête signe ou elle dérivée, l'exercice est le col ou le col zéro. Faites attention, il y a plein de concentration. Faites dérivée ou faites les signes. Alors, dès que vous avez la carrière, les étudiants ont fait les signes. Ils ont fait les signes. Ils ont fait les signes. Donc, le fait de faire les signes, c'est le col chez le. Ben, quel âge? Samhouni. باش نخدمو الديريفي بارابور ا ايغري. دونك نشوف وين نشوف نلقى ايغري، نحط صبي على ايغري تقعد لي موان 4 اكس، لهنا نهبط الدو لو تولي بلوس 4 ايغري، لهنا عندي موان ايغري على بيسونس 4 نهبط ال 4 لو تولي لي موان 4 ايغري على بيسونس 3. فوالا هذه لي تاب الاولى نتاع الديريفي. نتعداو لي تاب الثانيه اللي هي قلنا ردوا السيستيم هذايا، هذا كل الديريفي هذه نردها في سيستيم نيل. اش معناتها سيستيم نيل؟ يعني هذوما الزوز يوليو ايكال زيرو. بايس نهبط لدو ديريفي و اي قال زيرو. باه لهنا سامحوني يلزم ليتيديون زاد بارفوا يلزمو يتذكى شوي، بويسك انت عندك لي فاريابل الكل. سامحوني ساعه هي سيستيم دو ايكواسيون و دو فاريابل اللي هما اكس و واي. بايس
عندي لي فاريابل الكل، يعني نقصد الاكس والجريغ والاكس اوكي لهنا بار اكزومبل، الكلهم مضروبين في الاربعه، نجم نسامبليفيهم، نجم نحيها الاربعه من هنا، نجم نحي الاربعه هذه ونحي الاربعه هذه ونحي الاربعه هذه، كيف كيف زاد في الدوزيام لي نحي الكات هذه والكات هذه والكات هذه، شو قاد لي سيستيم؟ قاد لي اكس موان جريغ موان اكس كوب ايكال زيرو، واللينيا الثانيه موان اكس بلوس جريغ موان جريغ كوب ايكال زيرو. انا يمكن نزل بما انت حط بوز وعاود تبعها الفاز به. توا عندي انا قدامي سيستم، سيستم شنو الاوبجيكتيف نتاعي؟ يلزمني نخرج الاكس والجريغ اكواتيكا. الاوبجيكتيف نتاع اي سيستم يلزمك تخرج لي زانكوني، هذا هو لي فاريابل هذوما اكواتيكا. به عندي انا لهنا كان تلاحظوش، عندي لهنا اكس موان جريغ موان اكس كوب، ولهنا عندي العكس نتاعنا، عندي موان اكس بلوس جريغ، عندي هنا موان جريغ وهنا بلوس جريغ، وهنا عندي موان جريغ كوب. اسهل حاجه نعمل اني نجمع اللينيا الاول مع اللينيا الثانيه في اللينيا الثانيه، قلت انا لينيا 2 رسوا لينيا 2 بلس لينيا 1. اللينيا الاول يقعد كيف ما هو اكس موان غريغ موان اكس وكيف يقال زيرو، اللينيا الثانيه عندي هذه باش طير لي هذه وعندي هذه باش طير لي هذه، شو قاد لي؟ تقاد لي موان اكس كوب موان غريغ كوب كي تيقال زيرو. به زاد كيف كيف كان انا نزرب، انت شد ورقه وستيل واكتب اعمل لينيا 2 بلس لينيا 1 واش باش يعطوك، وحط ريزلتا في لينيا 2. به قلنا ويسكي انا زادة عندي لهنا موا اكس كوب موا غريغ كوب عندهم نفس الدوغري، دونك نجم جو بو لو سامبليفي زاد ما يقلقش. دونك شنو تقعد لي؟ تقعد لي اللينيا الثانيه موا اكس موا غريغ. من هنا في اللينيا الثانيه شنو نجم نخرج؟ ترا نجيب الاكس من هكا تولي لي اكس، دونك الاكس اكوات ايكال اكس نقطه ايكال موا غريغ. به كي لقيت تو في اللينيا 2 الاكس موا غريغ، نمشي نعوضها في اللينيا الاولى وين نلقى مثلا غريغ ولا بليتو موان غريغ، نعوضها بالاكس. فوالا ها عندي انا موان غريغ لهنا، شتولي لي اللينيا لو عندي الاكس هذاك لو اللي يقعد هو بيد لموان غريغ، قلنا راه قال اكس نعوضها بالاكس موان اكس كي شوليت لي، واللينيا الثاني يقعد هو بيد اكس يقال موان غريغ. دونك اللينيا لو عندي اكس بلس اكس هما 2 اكس، 2 اكس موان اكس كي يقال زيرو، واللينيا الثانيه قلنا اكس يقال موان غريغ. دونك لهنا عندي الاكس موجود في البارتي هذه والاكس زاده موجود في البارتي هذه. اسهل حاجه اني نخرج الاكس اون فاكتور، كنخرج الاكس اون فاكتور تقعد لي، تقعد لي مهنا 2 ومهنا تقعد لي موان اكس كاري. علاش؟ خاطر كي باش نديفلوب من بعد باش نعمل الاكس فوا 2 تعطيني 2 اكس، والاكس فوا موان اكس كاري تعطيني موان اكس كيب هكا. علاش؟ به هذا سميناها ليني ا ليني 2 كيما قلنا، يقعد هو فيديو الريزلت هذيك الاكس يقال موان كاري. باهي في اللينيا 1 كان تركزوا معايا، عندي x فوا كونتيتي اخرى، يعني برودوي فوا برودوي ايجال زيرو. شنو معناها؟ شنو معناها عندي برودوي فوا برودوي ايجال زيرو؟ سيتادير واحد من لي برودوي هذوما راهو ايجال زيرو، دونك انا يلزمني نتست عليهم للزوز. المره الاولى نقول سي اكس ايجال زيرو، دونك لي غريغ كوات ايجال، نطبق عليه الريزلتا اللي لقيته لهنا، كي تبدا اكس ايجال زيرو سيتادير حتى الغريغ باش تكون ايجال زيرو. فوالا دونك سي اكس ايجال زيرو، قلت راهي الجريك زاد هي بيد ايجال زيرو. توا سي البرودوي الثاني ايجال زيرو، اش معناتها؟ سي دو موا اكس كاري ايجال زيرو، سيتادير وقتاش هادوما ايجال زيرو؟ وقت الاكس كاري تاخد دو، وانا يلزمني نلوج على الاكس. دونك كي باش نحي الكاري لهنا اش باش نعمل؟ يلزمني نزيد نعمل لهنا راسين، مي فيت اتونسيون عندي الاكس لهنا او كاري، تنجم تاخذ سيني بوزيتيف كيما تنجم تاخذ سيني نيجاتيف. يعني اش معناها؟ يعني كيما تنجم تاخذ الاكس هنا بلوس راسين دو 2 والا موان راسين دو 2، خاطر موان راسين دو 2 او كاري يعطيني ريزلتا 2، و بلوس راسين دو 2 او كاري زاد تعطيني 2. باهي دونك قلت لهنا راه الاكس تنجم تاخذ بلوس راسين دو 2 والا موان راسين دو 2. فوالا تو نشوف الجريك، كان الاكس ايجال موان راسين دو 2، كان الاكس لهنا موان راسين دو 2، دونك الجريغ كوت ايغال باش تاخو عندك موان موان راسين دو 2 تولي بلوس راسين دو 2، وكان الاكس تاخو راسين دو 2 دونك الجريغ باش تاخو موان راسين دو 2. لهنا جو بو سانتيتيزي ولا كونكلوغ كو اف دو اكس ايغريغ ادمي 3 بوان كريتيك، اللي هي الاولى 0 0 اللي هي هذه، الثانيه اللي هي موان 2 راسين دو 2، والثالثه هي راسين دو 2 موان راسين دو 2. باه مسيو قلت لنا في الابيزود اللي فات، قلت راني باش نعطيكم استيس تعرف قبل حتى لا تخدم انك تطلع قداش عندك من بوان كريتيك. فوالا باهي ارجو معايا للديريفي الاولى بالكل،
اقوى بونديراسيون تاع فاريابل هنا قداش؟ هي عندي هنا الاكس على بوسونس 3 ولهنا عندي الكريك على بوسونس 3، دونك راك لهنا باش تلقى 3 بوان كريتيك والا اقل. علاش مسيو اقل؟ فوالا اش معناتها اقل؟ يعني راهو بارفوا تنجم تلقى بوان كريتيك يتعاود، مثلا تلقى اكس 0 0 زاد لهنا مرات زاد تلقاها 0 0، دونك باش تقعدش تكتب فيه مرتين، تولي تكتبها مره واحده. دونك تو ديبون البونديراسيون في الديريفي، سيتادير كان عندك انت الاكس 4 راك باش تلقى 4 بوان كريتيك والا اقل. تنقول اقل سيتادير راك واحده منهم باش تلقاها معاوده، هو نورمالمون لازم تلقى 4. وقتاش يبداو اقل؟ كي تلقى واحده معاوده، دونك ما تقعدش تعاود فيها، دونك تكتبها مره واحده. واضح؟ هذه هي الاساس وقتك. باهي نتعدى توا باش بور ايتيدي الناتير، مانيش باش نخدم الناتير، جيست باش نعطيكم السنتيز نتاع الناتير، ومن بعد في الابيزود الجاي خاطر ما نحبش نطول الابيزود، تو نشوفوا نخدموا الناتير. في الناتير اش قلنا؟ قلنا اول حاجه لازمك تعمل الديريفي سكوند نتاع تو لي فاريابل، هنا ديريفي سكوند بارابور اكس، ديريفي سكوند بارابور كريك، وعندنا لهنا ديريفي كروازي. اش معناتها؟ باش ديريفي الاكس على الكريك والكريك على الاكس، وقلنا رام هذوما للزوز عندهم نفس الريزلتا، سيتادير كي تخدم واحده بركه من غير تكسر راسك وتقعد تخدم في الثاني ديريكت تحط الريزلتا. باهي من بعد خدمت انت الديريفي سكوند، تو دوا كونستروير اي ماتريس اسمها ماتريس اسيان سميناها اش دو اكس اكغيك. في الماتريس اسيان شنو تحط؟ لهنا ما تقولش عليك عندك لهنا الاكس ولهنا الكريك في الماتريس، وهنا اكس وهنا الكريك هكا، ولا لهنا باش تحط الديريفي بارابور اكس اكس ولا سيتادير اكس كاري، لهنا اكس بارابور كريك، لهنا كريك بارابور اكس، ولهنا كريك بارابور كريك سيتادير كريك او كاري. واضح؟ من بعد شنو باش نعمل؟ من بعد باش نحسب الديتيرمينون. فوالا كي باش نحسب انا ديتيرمينون دو اش دو اكس كريك للماتريس اسيان هذيا، راني انا نجم نلقى 3 سوليسيون، يعني نجم نلقاها نيجاتيف ديتيرمينون، يا اما نجم نلقاه ايجال زيرو والا نجم نلقاه بوزيتيف. باه كان انا ديتيرمينون هذاك وديتيرمينون هذا نجم نلقاه نومبر فيني، يعني نلقاه موان 2 3 0 4 5، والا نجم نلقاه اون فونكسيون دو اكس واكغيك. وقتها كي نلقاه اون فونكسيون دو اكس واكغيك لازم نمشي نعوض بك لي بوان كريتيك، كل مره نعوض بوان كريتيك ونشوف شنو يعطيني، اسكو نيجاتيف بوزيتيف ولا ايجال زيرو. باه كي لقيناه نيجاتيف يعني عدد سلبي، دونك الناتير نتاعك البوان هذيك راهي تان بوان كول والا تسمى زاده بوان سيل، وظهر لي فهمتك مش معناها بوان كول ولا سيل في الابيزود اللي قبل هذا. وكان لقينا ديتيرمينو ايجال زيرو، دونك نقول اون بو با كونكلير الناتير نتاعك البوان هذيك، ما نجموش نفهموا شنو هي، اسكو بوان كول ماكسيموم مينيموم، ما نعرفوش. باهي اش قعد لي في الناتير؟ باش تكون ماكسيموم والا مينيموم. هنا وقت اللي نلقى ديتيرمينون بوزيتيف، كي نلقى ديتيرمينون بوزيتيف دونك توا ما نفهمش اسكو هي ماكس والا مي، دونك شي يلزمني نعمل؟ يلزمني نمشي ونعوض البوان تاعي اكس 0 والكريك 0، كنقول اكس 0 والكريك 0 سيتادير بوان كريتيك، نعوضها لهنا في هذه في الديريفي سكوند دو اكس كاري. فوالا اهي قلت نعوض الاكس 0 والكريك 0 اكل بوان كريتيك هذيك في الديريفي الاولى هذيك بكل، ونشوفها زاده اش باش تعطيني. تنجم تعطيني نيجاتيف عدد سلبي والا ايجال 0 والا بوزيتيف، كانوا هو نيجاتيف دونك راهو ماكسيموم، كانوا بوزيتيف راهو مينيموم، وكانوا ايجال 0 اون بو با كونكلي. قال لي توا بريسيزي لا ناتير دو بوان كريتيك. فوالا تابع معنا. Alors, pour préciser, on a les points critiques, voilà, il y a A 0 0, B moins 2, racine de 2, racine de 2, C racine de 2, moins racine de 2. On a pour déterminer la matière de points critiques, il y a une dérivée seconde. Ni bichibe une dérivée seconde. باش نخدمها من الديريفي، اسهل حاجه انك تمشي تشوف الديريفي بريمير وتعاود الديريفي مره اخرى، مره هنا باش تعاود الديريفي على الاكس، هنا باش تعاود الديريفي على الكريك، وعندنا الديريفي كروازي. به مشينا احنا خدمنا الديريفي بارابور اكس الاولى، عاودنا هذه الديريفي سكوند بارابور اكس، ستادير باش نجي لهنا ونحط صبي على الاكس ونكتب اللي لاصق فيه. دونك عندي لهنا اكس هذيك الاولى اكس، دونك شنو لاصق فيها 4، فوالا هذيك 4. لهنا ما عنديش اكس، لهنا عندي موان 4 اكس، وكيب دونك نهبط 3 اللوط تولي لي موان 12 اكس كاري. فوالا هذه الاولى سي بون. البارابور غريك كيف كيف زاد باش نلقاها 4 موان 12 اكغيك او كاري، هذه زاد تشيك. دونك توا
عندنا دوتر ديريفي باش نخدموهم اللي هي تتسمى ديريفي كروازي. شنو هي ديريفي كروازي وكيفاش تقرا وكيفاش تخدم؟ باهي عندنا احنا ديريفي سكوند دو اف بارابور اكس بلوتو لا ديريفي دو اكس بارابور ايغريك. اش معناتها راني اش معناتها كروازي باش تقلب تولي هذه تقرا لهنا وهذه تقرا لهنا؟ اش معناتها يعني هذه اش معناها كيفاش تنجم تقرا جو ديريف اكس بارابور لا ديريفي دو ايغريك؟ سيتادير نمشي للجريك ديريفي تاع جريك ونديريفي عليه الاكس. Voilà, oui, nous chauffons le x, nous chauffons sur le x, on chauffe, je laisse, donc, on a un x, donc, dérivé moins 4, on dit x, on a là, on dit x, on a là, donc, moins 4. Voilà, ah, il y a moins 4. L'autre, z, bel maclo, je dérive grec par rapport à la dérivée du x. Yani, nous chauffons le dérivé du x, on dérive à la grec. Voilà, ah, il y a grec, on chauffe sur le grec, on a moins 4. Je crois que, comme, on a le dit, je crois que, comme, heavy, alors, les deux dérivés, ils sont égaux, toujours. دونك انت كي تلقى الاولى ديريكت من غير تقعد تكسر في راسك تخدم في الثانيه ديريكت تحطها موان 4. دونك توا اش قعد؟ قعد لي اغومبليغ لا ماتريس اسيان. قبل نعمل رومبليساج تاع الماتريس اسيان باش نطلب منك كان عجبك من الفيديو اللي قبل هذا والفيديو هذا ما تنساوش تعملوا جيم تلايكيو بليتو وتبارتاجيو لاصحابكم فريمون 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 يلزمكم تبارتاجيو حتى اون بريفي بارتاجيو خاطر فما ديزيتيديون راهم طايحين نطيحها من المات اناليز بصفة غريبة على الاخر بربي. والبارتي هذه البوان كريتيك راهي هي بوان كما قلنا هي البارتي اللي فيها اكثر نوت. حاولوا عايشكم تعاونوا اصحابكم تبارتاجيوهم بالكش مازال ماهمش دارين على الشين مش دارين على الاكزرسيس وكان مازلت ماكش عامل ابوني اعمل ابوني وانزل على الكلوش باش ما يفوتك حتى الفيديو. الوغ نكملوا نشوفوا كومون رومبليغ la matrice SN de x y. Normalement هذه شنو باش نجيب لها باش نهز هذه ولا هذه كلها ونحطها لهنا ولا هذه باش نهزها كلها نحطها في الدياغونال ريتم في الديريفي نتاع لي فاريابل نحطها في الدياغونال ولا وهذوما الزوز هذه الاكس بارابور y هذه تجي لهنا وهذه بويسكو هما سنتيغو دونك عادي تنجم تحطهم كيف نجم. Voilà. هذه لهنا. Alors, ركزوا معايا شويه برك. دونك هذه الفونكسيون هذه كومون رومبلير لا ماتريس اسيان هذه خليتها نتاع بكري الانتربريتاسيون نتاع وقت اللي من بعد لا نحسب الديتيرمينون نتاع اش دي اكس واي. باه انا لهنا جيت وخدمت بون لهنا جيست هذه فوالا ايوب فوالا باه جيت لهنا وحطيت الماتريس نتاعي كحت الماتريس يلزمني نحسب لها ديتيرمينون. اول حاجه شنو ديتيرمينون تاع الماتريس كاري دور دور دو؟ هي هذه في هذه الا هذا في هذا هكا ولا هذا كاش تعلمنا الماتريس. واللي ما يعرفش الماتريس عندي دي زيبيزود تابعين المات الجاب ولا الجابر لينير خاصين بالماتريس. اكتب زاد كلاس روم ماتريس تخرج لك كيفاش تحسب ديتيرمينون. باهي باهي دونك حسبت هذه خذيت هذه ضربتها في هذه الا موان 4 فوا موان 4 صافي موان 6. دونك عمل 4 موان 12 اكس كاري فوا 4 موان 12 كاري كاري موان 16. اول حاجه لازمك ديفلوبي سا هذا هكا ديفلوبيه ديفلوبي هذا هكا فوالا وهذا ديفلوبي هكا كيف كيف هذا زاد باش ديفلوبي هذا هكا وما تنساش كي موان 16. دونك اش لقيت انا 4 فوا 4 صافي 16 موان 48 غري كاري موان 48 اكس كاري بلوس 144 اكس كاري غري كاري موان 16. عندك هنا موان 16 وهنا 16 كثير شو قعد تقعد لي موان 48 غري كاري موان 48 اكس كاري بلوس 144 اكس كاري غري كاري. لهنا هذا ديتيرمينون قلت لكم راه ديتيرمينون تنجم تلقاه ديريكت عدد فيني سيتادير تلقاه 0 موان 2 4 6 وقت تنتربريت تشوفو اسك نيجاتيف بوزيتيف ايغال زيرو وانسي دو سويت. والا زاد تنجم تلقاه اون فونكسيون دو اكس ايغريك كيما هذه الحاله هذه فوالا. توا كي تلقيتو كيف هكا شو لازمك تعمل؟ احنا مش عندنا تروا بوان كريتيك ولا اللي هما اهم اللي هي ا زيرو زيرو البي موان دو موان راسين دو دو راسين دو دو والسي راسين دو دو موان راسين دو دو. اول حاجه باش تمشي تعوض تو بلي بوان كريتيك لهنا نتاعك باش تعوض بالا زي زيرو زيرو جي وتلقى الجريك والاكس تحط لهم زيرو. اش باش تلقى لهنا بويسكو كلها فيهم اكس وجريك دونك باش تلقاها زيرو. كي قلنا
كي تبدا ايجال زيرو شقول تبع لهنا اون بو با كونكلير، يعني رانا ما نجموش نفهموا الناتير نتاع البوان هذيا وقت لابسيس نتاعها اكس ايجال زيرو والجريك ايجال زيرو. اون بو با اون بو با كونكلير اون بي بي سي كونكلير. تعادل البوان الثاني اللي هي موا راسين دو دو راسين دو، سيتادير باش نمشي نعوض الجريك بالراسين دو دو هذه الجريك والاكس باش نعوضها موا راسين دو دو. فوالا عوضت انا لهنا اش لقيت، نلقاها 384 بوزيتيف هكا ولا شي يلزمني نعم في الحاله هذه، سيتادير انا موجود لهنا في الكاهل يلزمني نمشي نعوض في الديريفي سكوند نتاع اكس كاري اللي هو هذا، هذا نمشي نعوض فيه به هو اكوات ايجال اون فيت هو 4 موان 12 اكس كاري باش نمشي نعوض الاكس بالفالور نتاعها اللي هي موان راسين دو دو. جيت لهنا وعوض 4 موان 12 فوا موان راسين دو دو او كاري، 4 موان 12 هذه تقعد لي كلها تولي لي 2، يعني 4 موان 12 فوا 2 صافي 4 موان 24. اش تعطيني؟ تعطيني موان 20. موان 20 هو عدد نيجاتيف دونك لهنا احنا توا دونك لو بوان هذيك البي موان راسين دو دو راسين دو دو هي سي تان بوان ماكسيمال ولا ماكسيموم لوكال. واضح؟ نفس الخدمة باش نمشي نخدمها للبوان سي باش نعوض توا لهنا وين نلقى الجريك نعوضها موان راسين دو دو وين نلقى الاكس راسين دو دو، زاد نفس الكالكيل عملت نلقى زاد نفس الريزلتا اللي هي 384 كي اللي هي بوزيتيف. دونك كالعادة نمشي نعوضها ال ديريفي سكوند دو اف بارابور اكس كاري اللي هي هذه باش نلقى زاد موان 20. موان 20 عدد نيجاتيف دونك زاد البوان سي هذه اللي هي راسين دو دو موان راسين دو دو هي سي تان بوان ولا سي تان بوان ماكسيموم ماكسيموم لوكال دو اف دو اكس ايغريك. الو توا ظهرنا لا ناتير نتاع لي تروا بوان كريتيك اللي حسبناهم في كالعاده كيما رينا كيفاش حسبناهم وشفنا الناتير نتاعها. فوالا هذه هي البارتي الاولى نتاع البوان كريتيك. كيما قلت لكم لهنا يلزمك تكون مركز 150% مش حتى 100% كاو، راهو تغلط في سيني في كالكيل راك تشوف انت في برشا كالكيل تغلط في سيني كل شيء يغلط، والبروف كي يجي باش يصلح لك يصلح لك على الريزلتا ما يصلح لكش على الديمارش، خاطر الناس كلها نستانسنا بيه الديمارش ونخدموه اون طون كو انت اتيديون تقرا في اليونيفرسيتي وكل شيء راهو يحسب فيك كوم بروفيسيونيل. يعني ايماجين انت تبدا في شركه ويعطيك جيرون تاع الشركه مهمه باش تخدمها وتعرف انت ديمارش مي تغلط له في تريك من لي تريك بدلت حاجه وانت ما في بالكش بطبيعه الحال باش تخسرو نورمالمون ينجم حتى يوصل ليش كيبيك راه ولا هذاك علاش تتعود، خاطر بروفوا يقول لك اتيديون انا راني خدمت وتبعت ديمارش من بعد في الريزلتا يجي يلقى عدد كاتستروفيك يقول شنو صار شنو صار انت اليتي ضيعت كونسنتراسيون دونك راك ضيعت انت سيني ولا ما عرفش كيفاش تحسبوا. دونك كيفاش باش تحسن التركيز نتاعك لازمك تخدم برشا دي زيكزرسيس، كي تخدم برشا دي زيكزرسيس تاخذ لابوتيد على البوان كريتيك هذوما ما عادش تغلط فيهم جامد. ميرسي ان شاء الله باش نكملوا ليكزرسيس هاك سو كونترانت والاكستريموم تاع سو كونترانت افيك الميثود دو لاغرانج. تو باش تعداو للكيستيون نيميرو 2 قال لي تروفي اي ديتيرميني لا ناتور دي اكستريما دو اف دي اكس سو لا كونترانت اكس ايغال غريغ والا زاد تنجم تكتب هنا اكس بارفوا تلقاو هكا اكس موان غريغ ايغال زيرو هي بيداري اكس ايغال غريغ. فوالا دونك بار لا ميثود دو لاغرانج. الوغ ابوي سور بوز شيرشي بيان سات اكزارسيس بوي ابري بيان avoir cherché, regardé la correction. Alors, qui m'a dit que la fonction de la slanée via f de x y égale 2 facteurs de x moins y au carré moins x4 moins y4. Donc, la slanée a un sous-contrainte, qu'on a le haut x moins y égale à 0 ou x égale à y.
دونك باش نطلعوا احنا الاكستريمون هذا، قال لي راه فرض عليا، قال لي راك باش تخدمها بالميثود دو لاغرانج، دونك يلزمني نطبق عليه القاعده نتاع لاغرانج. لاغرانج كيفاش قلنا يجي هي تتبدل فونكسيون كريمه تولي اسمها ال ما عادش اف، ال دو اكس غريك، وزدنا ان ملتيبليكاتور دو لاغرانج لهنا نسميه لامدا. لامدا سي ان ريال، سي ان ريال ابارتنون ا ار. اكو تيغال لاغرانجيان هذه هي الفونكسيون الاسلانيه الاف دو اكس غريك اللي هي هذه بلس هاك الملتيبليكاتور هذاك فوا السو كونترانت. فوالا اي جا نطبقوها بشوي. دونك ال ال دو اكس غريك لامدا ايغال 2x موان غريك كاري موان اكس 4 موان غريك بلس لامدا فوا السو كونترانت. السو كونترانت قلنا اكس موان غريك فوا لامدا لهنا بيان سور. باهي دونك هنا باش نديفلوبي فيت في ونحي لي بارونتيز وكل شيء. دونك تعطيني 2x كاري موان 4x غريك بلس 2y كاري موان x 4 موان غريك 4 بلس لامدا x موان لامدا y. تو ديريكت عملت الديفلوبمون وهنا حليت برودوي ريماركاب. باش نطلع انا توا الاكسكريمون هذايا يلزمني زادا نعمل الديريفي بريمير نتاع لاغرانج نتاع تو لي فاريابل. لي فاريابل هنا عندي ثلاثة، دونك جو دوا كالكولي لا ديريفي بريمير de Lagrange par rapport à x qui est égal à 0, kif kif le carré égal à 0, lambda égal à 0. Mais direct, je vais vous donner le dérivé. Le dérivé, voilà, je vais vous donner la pression de l'air, de Lagrangien. Donc, dérivé par rapport à x, on a 4x moins 4y moins 4x à la puissance 3 plus lambda qui est égal à 0, kif kif le carré. Y est moins 4x plus 4y moins 4y au cube moins lambda qui est égal à 0. Ou par rapport à lambda, voilà, on dit là, x moins y égal à 0. Direct, maintenant, on a le système, là, on a trois lignes, trois variables, ou ainsi, trois équations plutôt, trois variables. Donc, je vais mettre x à quoi est égal, y à quoi est égal, ou lambda à quoi est égal. Alors, ظاهرة من اللينيا الثالثة عندي x موان y كي تيقال زيرو، ستادير x يقال y. نهز هذه ونمشي نعوضها في اللينيا، اللينيا الأول ولا اللينيا الثانية. سوا ديزون أنا مشيت عوضها في اللينيا الأول، شو ولا لي اللينيا الأول؟ ولا لي 4x موان 4x موان 4x أو كيوب. دونك 4x موان 4x هذي تدير خاطر x يقال y. قعدت لي موان 4x و كيوب بلس لامدا يقال 0، واللينيا الثانية زاد كيف كيف عوض، قعدت لي موان 4 غريك كيوب موان لامدا يقال 0، واللينيا الثالثة في هذه الحالة تقعد هي بيدها x يقال غير. دونك من هنا من اللينيا الأول واللينيا الثانية، باش نعوض، دونك فوالا، شوف شو عندي، عندي هنا بلس لامدا وهنا موان لامدا، فوالا، باش نجمع أنا هذوما الزوز في اللينيا الأول، دونك اللينيا الأول هنا هو اللينيا 1 بلس لينيا 2. شنو تولي لي؟ ولات لي موان 4x كيوب موان 4y كيوب ولامدا بلوس موان لامدا تطير تقعد لي ايكال 0 خاطر 0 بلوس 0. ولهنا خرجت اللامدا لبرا، دونك كي نجيب اللامدا هنا تولي لي بوزيتيف، دونك موان 4y كيوب ايكال لامدا. باه واحنا عندنا لهنا اللي الاكس بطبيعة الحال عندنا الاكس ايكال كريك هكا ولا نمشي نعوضها توا لهنا. دونك موان 4x كيوب موان 4x كيوب أخرى إيكالا 0، ستادير موان 8x كيوب إيكالا أ 0. تعطيني لهنا إش معناه إكس أكوا تيكال شنو العدد اللي نضربو في 8 ولا ناقص 8 يعطيني 0، فوالا هو 0. دونك لقيت الإكس إيكالا 0 بطبيعة الحال، بويسك الإكس إيكالا كريك دونك الكريك زاد إيكالا 0، وبما أنو لامدا إيكالا موان 4y كيوب والجريك كيب هي بليتو والجريك هي 0، دونك موان 4 فوا 0 ايكال 0، دونك لامدا زاد ايكال ا 0. الو يمكن انا قاعد نزل بشوي، انتم اعملوا بوز وتبعوا لي زانستركسيون بشويه بشويه. دونك شنو نجم نقول؟ نقول اف دو اكس ايكغيك ادمي ان سول اكستريما اللي هو 0 0 سو لا كونترانت اكس ايكال ا 0. فوالا ليتاب الاولى. ليتاب الثانيه شنو هي؟ ليتاب الثانيه زاد باش نحسب بور ديتيرميني الناتير نتاع هاك الاكستريما هذاك اللي هو زيرو زيرو زيرو. يلزمني نطلع الناتير نتاعو خاطر طلب مني قال لي شارشي ولا بريسيزي سا ناتير. دونك باش نطلع انا الناتير اش يلزمني نعمل؟ كيما العاده في البوان كريتيك الاول يلزمني زاده نحسب الديريفي سكوند.
فوالا شو عملت؟ خليت انا لهنا ديريفي بريمير باش نسهل على روحي الخدمه، وانت ماذا بيكم زاد ننظموا خدمتك كيف هكا باش في ساعه في ساعه تلقاو كل شيء حاضر قدام. باهي بويسك انا وليت عندي الساعه 3 فاريابل، دونك انا كي باش نحسب الديريفي سكوند باش نحسبهم على 3 فاريابل، سيتادير باش نلوج على الديريفي سكوند دو اكس، ديريفي سكوند دو غريك، ديريفي سكوند دو لامدا، ديريفي دو غريك بارابور ا اكس ou lambda par rapport à x, dérivé de lambda par rapport à y ou y par rapport à lambda, le col hasil ou bachelor ou je l'ai. Aïe. Ou allez, j'en ai hâtit un kit n'haka. Khatar hâtit un sou, fil, qui m'en coule, ahna, fatab, comme ta, matrice HDX, yani, bichin hez tout les résultats, en bas, direct, on hâtam l'année. Khatar, elle en a arf l'année, hé, hé, c'est la dérivé seconde de x, hé, x par rapport à y, هذه الاكس بارابور لامدا، هذه انسي سويت حتى يكشي نكمل الكل. دونك كيفاش باش نطلع تاو ديريفي سكوند؟ باش نمشي ديريفي بريمير ونحسب ديريفي سكوند نتاعي، نعاود ديريفي مره اخرى. دونك لهنا بارابور اكس باش نلقى 4 موان نهبط 3 لوت 3 فوا 4 صافي موان 12 اكس وكاري. فوالا الاكس بارابور اكريك تاو باش نديريفي الاكس بارابور اكريك، نمشي للديريفي نتاع اكريك ونشوف الاكس هاك موان 4. تو باش نديريفي الاكس بارابور لامدا لهنا، نمشي للديريفي نتاع لامدا ونديريفي اكس، اكس لهنا هي ا. فوالا كيف كيف انسيت سويت الاولاد والبنات. فوالا نتبعوا لي زيتاب، انت كنت تحب تنزل بوز وتثبت معايا كل شيء. دونك لقيت انا لي ريزلتا هذوما، تك نمشي نحطهم وكل صبهم نفسهم هما بيدهم في الماتريس هسيان اش دي اكس غريك لامدا، خاطر عندي 3 فاريابل لازمها تكون ماتريس دور دور 3 3، سيتادير انت لهنا راك باش تلقى 9 ديريفي سكوند. الحقيقه فما دي ديريفي ايكيفو، هذه كما قلنا في لي سيبيزود في البوان كريتيك، قلنا راك ديريفي دو اكس بارابور غريك هي بيدا باش تلقاها غريك بارابور اكس، وبويسك انا عندي اكس بارابور لامدا هي بيدا باش تلقاها لامدا بارابور اكس. كان تلاحظوا هم كيف كيف لامدا بارابور غريك هي بيدا تلقاها غريك بارابور لامدا. فوالا لقيت انا الماتريس سيان، شنو لازمني نعمل من بعد؟ لازمني نحسب الديتيرمينون، وكي نلقى الريزلت نتاع الديتيرمينون نجم ننتربريتي شنو الناتير نتاع البوان هذيك. يلا بينا. فوالا الوغ لهنا هذه هي ماتريس سيان. كيفاش باش نحسب الديتيرمينون ديال ماتريس دور 3؟ لاحظ لهنا عندي زيرو موجود لهنا، يا اما باش نحسب الكولون هذا ولا باللينيا هذا اسهل. دونك انا خدمت باللينيا هذايا، اش معناتها اللينيا هذا؟ سيتادير باش نخرج الكوفاكتور هذايا الان باش نخرج المونسا والزيرو، كي باش نخرجو اي حاجه في الزيرو باش تقعد للزيرو. مي فات اتونسيون كي باش تخرج انت الكوفاكتور يلزمك تخرجو بالسين نتاعك. دونك انا عندي هنا بوزيتيف نيجاتيف، هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا باش يخرج نيجاتيف. دونك كي تخرج المونسا زيدها موان باش تولي لك تولي لي بليس. فوالا يلا بينا، انا خرجت المره الاولى الان، كي نخرج الان هنا نسال اهو خرجوا لنا فوالا فوا بقيت الماتريس. كي نسال انا روحي نقول البوان هذه وين موجوده الان؟ هذه هي موجوده في اللينيا 3 في الكولون ا. دونك راني باش نشطب اللينيا 3 والكولون ا، نشطبهم كيف هناك. اش قاعد لي في الماتريس؟ ها اش قاعد قعدوا لي هذم. فوالا هذوما نمشي نحطهم لهنا تلكيلي. كيف كيف تو باش نخرج الموان زان؟ قلنا كنخرج الموان زان نخرجوا بالسين نتاعو، السين نتاعو لهنا نيجاتيف، موا بوار موا تولي لي بلوس. فوالا هذاك علاش انا كتبت لهنا بلوس 1، هذاك علاش ما كتبتش موان زان. دونك وكي نخرج انا المونزان هذايا، المونزان هذي وين موجود؟ موجود في اللينيا 3 كولون 2. دونك اش قاعد لي في الماتريس؟ قاعدوا لي هذوما لي زوج هنا وهذوما لي زوج هنا. فوالا هما حطيتهم لهنا جوهم به. دونك باش تحسب انت ديتيرمينون دي ماتريس كاري دور دور 2 هي تضرب هذه في هذه الا هذه في هذه فوا 1 باش تقعد لي هي بيدا، كيف كيف هذه في هذه الا هذه في هذه فوا 1 باش تقعد لي هي بيدا. هذايا اخدموها انتم، انا باش نعطيكم الريزلتا فينال اللي هي لقيتها 12 اكس كاري بلس 12 y كاري، والا 12 y كاري بلس 12 اكس كاري. لهنا باش ننتربريتي انا البوان هذاك اللي لقيته 0 0 شنو لازمني نعمل؟ باش نمشي نعوض الاكس والكريك لهنا بالبوان اللي لقيتها. اش لقيت انا؟ لقيت البوان هي 0 0. دونك اون بوان 0 0 تاع الاكستريما هذيك الديتيرمينون دو اش دي اكس، كي نعوض انا الكريك بالزيرو والاكس بالزيرو باش نلقى 12 فوا 0 بلس 12 فوا 0 تعطيني 0. دونك قلنا احنا وقت اللي نلقاو الديتيرمينون تاع ان ماتريس تاع الماتريس هذه اسيان ايغال ا زيرو، شنو نقولو؟ نقولو دونك اون بي با كونكلور لا ناتير دو بوان. فوالا هكا كملنا ليكزرسيس. كالعاده نعاود ناكد لا كونسونتراسيون ولا لا بلين كونسونتراسيون في ليزيكزرسيس هذوما، صحيح راهم ياخذوا برشا وقت،
تراه انت تصير وكل شيء وبرا عاد كان جاتك فونكسيون بليده شويه مثلا تلقى فيها اللوغاريتميك والاكسبونونسييل والراسين والكل. احنا خذينا هذه فونكسيون عاديه بولينوم جيست فيها برودوي ريماركابل شويه بارونتيز وهاك تشوف في الوقت قداش تاخد قداش فيها برشا خدمه. فما بالك انت تبدا باللوغاريتميك نيبريان الور لا ثم برشا كونسونتراسيون اخر وحاله حليله. دونك فيت اتونسيون ان اكزرسيس ريسورس دو نوت ساهل على الاخر جيست تخدم له تعاود دي اكزرسيس برشا تاخد برشا دي فونكسيون تخدمهم تشوف كيفاش تصلح تلقى كوريكسيون تتبع بها والكل باش تنجم روحك باش تكون متمكن من الاكزرسيس هذا كل عاده. كوم دابيتيد والله لا يقتنع عاده. كان عجبكم الفيديو لايكيوه بارتاجيوه. كان ثم اي كومنتير ولا اي تساؤل مرحبا بكم تكتبوا لي كومنتير تحت الفيديو والا على الباج فيسبوك زاد كلاسروم ولا على الانستغرام زاد كلاسروم. بارتاجيو الفيديو هذوما لاصحابكم فما شكون مازال مش عارف على الاكزرسيس هذوما ويحب ينجح كل شيء وخاطر جينيرالمون العباد لا ماجوريتي مطيح المات اناليز لا غالي للاسف. دونك وكان انت مازلت ماكش عامل ابوني انزل على الابوني وبحذاها تلقى النقوز هذاك الكلوش انزل عليه باش ما تخلي حتى فيديو يفوتك. وان شاء الله موفقين وربي ينجحك. نشوفكم ان شاء الله في ايبيزود جديد. الى اللقاء.